من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر لأوليائه نعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله جل سبحانه في عليائه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله والأمين على وحيه والحجة على خلقه، شرح الله به الصدور وأنار به القلوب وهدى به الأرواح والنفوس، وعلى آله وأصحابه آلام الهدى والتقى ومن سار على نهجهم إلى يوم الملتقى. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة اليوم إن شاء الله عندنا وقفة مع سورة الأعراف، وقفة تجميعية المعاني والدلالات والمقاصد اللي تفرقت في الحلقات الاثنى عشر السابقة، وأيضا تجميع لما تفرق في كتب المفسرين حول هذه السورة العظيمة. بعد ما حلقت الأرواح ديالنا في رحابها من أولها لآخرها في رحلة تفسيرية، رحلة في عوالم ومشاهد ورؤى وحقائق وتقريرات ومحيات، رحلة متميزة المعالم في هذه السورة العظيمة، سورة الأعراف المكية، وللموضوع ديالها بحال باقي السور المكية قضية العقيدة. فالقرآن المكي أعزائي كما سبقت الإشارة عنده خصائص كتميز على القرآن المدني. فالقرآن المكي كيهتم بقضايا ثلاثة: إثبات التوحيد والربوبية والألوهية لله، وذكر صدق نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والبعث والنشور وأهوال يوم الآخر. وأما القرآن المدني فأكثره تشريع وأحكام وفقهيات كما شفنا في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وأيضا حديث على السير والغزوات اللي كانت في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة كما غنشوفوا إن شاء الله في سورتي الأنفال والتوبة وغيرهم من السور المدنية. وكتعتبر سورة الأعراف اللي هي محور حلقة اليوم أطول سورة مكية في القرآن الكريم، وثاني سورة مكية في ترتيب المصحف من بعد سورة الأنعام. وإذا كانت سورة الأنعام تناولت هذا الموضوع من خلال مواجهة المشركين في المجتمع الجاهلين بالشرك ديالهم وبآيات الله في الكون وفي أنفسهم، فإن سورة الأعراف عالجت هذا الموضوع من خلال عرض التاريخ البشري منذ نشأة آدم وعداء إبليس ليه، مرورا بركب الرسل والمرسلين منذ نوح إلى سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا، وانتهاء بمصير هذه الأجيال سواء المكذبين أو المؤمنين. وتخلت هذه الرحلة التاريخية الطويلة دروس وعبر. بدأت سورة الأعراف أعزائي بما ختمت به سورة الأنعام المكية اللي جاء في الختام ديالها الحديث على الصراط المستقيم اللي كيمثل الدين الخالص والمنهج الصافي الذي لا يقبل عند الله سواه. إنه ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وجاء في أول سورة الأعراف الأمر باتباع الدين الحق والتحذير من الشرك واتخاذ أولياء من دون الله تعالى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وفي أواخر سورة الأنعام جاء الحديث على المعاد والمصير إلى الله تعالى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وفي أول سورة الأعراف بيان لما يتم في هذاك اليوم من سؤال العباد والإخبار ديالهم بما كان منهم ووزن الأعمال ديالهم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. وفي أواخر سورة الأنعام أيضا بيان أن الله تعالى استخلف الناس في هذه الأرض وجعلهم أمم تتلاحق ويخلف بعضهم بعضا، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. وفي أوائل سورة الأعراف حديث على الأرض وخلق آدم والتصوير دياله وإسكانه والزوجة دياله الجنة، ثم الهبوط إلى الأرض للعيش فيها. وهذا أعزائي التناسب ما بين سور القرآن الكريم. بدأت إذن سورة الأعراف بافتتاحية لخصت كل الموضوعات ديالها والأغراض ديالها والمقاصد ديالها، وهذه الافتتاحية هي من بداية السورة إلى قوله تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، حيث أن بدأت بخطاب موجه للرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام أنه يصدع بالدعوة وينذر ويذكر بالقرآن كتاب المنزل له بدون خوف أو حرج. فهذه هي المهمة ديال النبي ومهمة ديال كل الأنبياء، الدعوة والإنذار والتذكير. ثم خطاب موجه لقوم الرسول عليه الصلاة والسلام كي أمرهم الله تعالى فيه باتباع القرآن والهدى اللي فيه، واللي هو الموضوع الأساس اللي كتدورين حوله هذه السورة الكريمة وكل السور المكية، وهو التوحيد وتصحيح العقيدة. وكذا كنلاحظوا أعزائي أن هذه السورة الكريمة يعني كتعرض قصة العقيدة في
التاريخ البشري صورة معركة مع المجتمع الجاهلي المخاطب بهذه الآيات، ولذلك فهي كتعرضها في مشاهد ومواقف وكتوجه بهذه المشاهد والمواقف المشركين اللي كانوا يني كيوجهوا هذا القرآن، فكتخطبهم بما في تلك القصة الطويلة، قصة الاستخلاف ثم الرجوع للحساب والجزاء من عبر ودروس، ومن ثم كيجي تجي التعقيبات في سياق الصورة من بعد كل مرحلة أساسية موجهة لهؤلاء المشركين. إن تعقيبات كتركز على التذكير والإنذار، بل إن الصورة منذ اللحظة الأولى هي خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وخطاب للقوم ديالو اللي كيجاهدهم بهذا القرآن. وكل ما غيجي في الصورة من بعد يعني من قصص ومن وصف الرحلة البشرية الطويلة والعودة ديالها للحساب والجزاء، وكل ما غيعرض من مشاهد يعني في صفحة الكون في يوم القيامة، إنما هو خطاب غير مباشر وأحيانا مباشر للنبي عليه الصلاة والسلام والقوم ديالو للإنذار والتذكير كما كيشير مطلع الصورة. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالرسول الحبيب داع إلى الله مبلغ عن ربه، فغادي يوجد من رواسب الجاهلية في النفوس ومن تصورات الجاهلية في العقول ومن قيم الجاهلية في الحياة ما قد يحس معه أن كلمة الحق اللي كيحملها غريبة على البيئة، ثقيلة على النفوس، مستنكرة في القلوب، بعيدة على داكشي اللي ولفوه الناس وتعودوا عليه من التصورات والأفكار والقيم والموازين والشرائع والقوانين والعادات والتقاليد والأوضاع والارتباطات وكل ما يتبع الدعوة من دهشة واستنكار وربما حرب وعناء. ولذلك كيدعو الله تعالى أنه ما يكونش في الصدر ديالو حرج وضيق من تبليغ هذا الكتاب، وأنه يمضين ينذر ويذكر. ومن ثم كيبادر الخطاب القرآني المخاطبين بالتهديد والوعيد مذكرا لهم مصائر المكذبين من خلال الإشارة لمصارع الأمم الظالمة قبل من تفصيل القصص في المواضع ديالهم السياق. يعني حين قال تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ومن بعد هذه افتتاحية للخصص موضوع الصورة والمحاور ديالها كتبدا القصة، قصة البشرية، كتبدا بالحديث على التمكين للجنس البشري في الأرض، وذلك بما أودع الله هذا الكون من خصائص ومزايا كتسمح بحياة الإنسان وتمكينه في الأرض، وبما أودع الله في هذا المخلوق من خصائص ومزايا كتوافق وكتناغم مع الكون، ومن قدرة على التعرف لهذا الكون والانتفاع بالطاقات ديالو والمدخرات ديالو والأقواس ديالو. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. والحديث على تمكين الإنسان في الأرض أعزائي كان تمهيد لعرض قصة أصل البشرية بالأحداث ديالها المثيرة، واللي كيبداها السياق بإعلان ميلاد الإنسان في احتفال مهيب في رحاب الملأ الأعلى، كيعلنوا الملك العزيز سبحانه زيادة في الحفاوة والتكريم، وكتحتجد ليه الملائكة وكتشهد السماوات والأرض وما خلق الله من شيء إنه أعظم حدث في تاريخ الوجود. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وهكذا كدر طبيعة الملائكة اللي هي الطاعة والانقياد، وطبيعة الشيطان اللي هي التمرد والعصيان، وكي يتحدد أيضا مصير هذه الرحلة البشرية كلها، وكيظهر فتيل المعركة الكبرى التي لا تهدأ ولا تتوقف طوال الرحلة ما بين هذا العدو اللي علن العداوة دياله وما بين بني آدم جميعا، كما تلوح نقط ضعف في الكائن الإنساني ومنافذ الشيطان اللي منها من خلال تجربة آدم وحواء المريرة مع اختبار الشجرة ووسوسة تزيين وإغواء إبليس اللعين. ومن ثم كان التعقيب للإنذار والتحذير، تعقيب يجا في شكل أربع نداءات متتالية لبني آدم للإنذار ديالهم وتحذيرهم من كيد الشيطان اللي الهدف ديالو نزع لباس الحياة والتقوى على بني آدم. هذا حديث على العري اللي كيواجه حالة كانت واقعة في المجتمع الجاهلي، بحيث كانوا العرب اللي كيطوفوا بالبيت العتيق عراة رجالا ونساء متبعين الشيطان اللي زين لهم هذا العمل فاعتبروه هو الصواب، كما زين لهم من تحريم بعض الطيبات من الطعام فترة الحج. ففي مواجهة هذا الواقع الجاهلي في شؤون تشريع العبادة والطواف واللباس وأيضا في الطعام، جات هذه التعقيبات على قصة البشرية الأولى
وجا ذكر الأكل من ثمر الجنة إلا ما حرم الله، وجا ذكر اللباس خاصة ونزع الشيطان ليه على آدم والزوجة ديالو بالإغواء ديالو ليهم باش يتناولوا من المحظور، وجا ذكر الحياء ديالهم الفطري من كشف السوءات ديالهم والخسف ديالهم على السوءات ديالهم من ورق الجنة، وجا أيضا امتنان الله تعالى على بني آدم بإنزال اللباس الحسي واللباس الروحي اللي هو التقوى واللي هو خير لباس. ومن بعدها التعقيب بالنداءات الأربع لبني آدم وقبل من تصوير انطلاق الرحلة البشرية وانطلاق موكب الرسل معها، كان الحديث على نهاية الرحلة الكبرى على طريقة القرآن في عرض شطري الرحلة في دار الابتلاء وفي دار الجزاء، لأنها رحلة واحدة متصلة ممدودة، البداية ديالها هنا في دار الدنيا والنهاية ديالها هناك في الجنة إن شاء الله. وهذا الحديث على نهاية الرحلة عرض الخطاب القرآني في أطول مشهد من مشاهد يوم القيامة وأكثرها تفصيلا، عرض بعد تعقيب على قصة آدم والخروج ديالو من الجنة بإغواء ووسوسة من إبليس وتحذير الله للذرية ديالو من فتنة الشيطان كما فتن الأبوين ديالهم وخرجهم من الجنة وإخبارهم بأنه غادي يرسل لهم رسل يقصون عليهم آياته. وكتبدأ هذه المشاهد من يوم القيامة بلحظات الاحتضار تصديقا لما أخبر به أولئك الرسل، فإذا بالذين أطاعوا الشيطان يتحرموا العودة إلى الجنة وفتنهم الشيطان عليها كما خرج الأبوين ديالهم منها، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، وإذا الذين خالفوا صوت الشيطان وأطاعوا نداء الرحمن قد ردوا إلى الجنة ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يا لها من نهاية سعيدة. وهنا كينقل الخطاب القرآني ضمن هذه المشاهد من يوم القيامة مقاطع من حوارات اللي دارت ما بين أبناء آدم في هذا الموقف العظيم، يعني من بعد ما أخذ كل واحد الجزاء دياله وعرف كل واحد المصير دياله. فهذا أعزائي أطول مشهد في القرآن الكريم ليوم القيامة وأكثرها تفصيلا، واللي هو تجسيد نهاية البشرية اللي بدأت هناك عند الله تعالى ثم انطلقت الأرض لتعمل وتسعى وتكد وتشقى وتصلح وتفسد وتعمر وتخرب وتتنافس وتتقاتل، وهي تعود إلى ربها محملة بما كسبت طوال هذه الرحلة ديالها على الأرض، كتحمل على ظهرها بما فيه من خير وشر وحسنات وسيئات وكتوضع بجانب الميزان وكتنتظر الدور ديالها، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هذه هي رحلة البشرية كما رسمها لها الله تعالى، سخر لها كل ما في الكون وابتلها بالشيطان والغوايات ديالو والوساوس ديالو وبين لها طريق الهدى والفلاح لما رسل لها الرسل عبر التاريخ ديالها المديد وزودها بتجربة آدم الأليمة. فاللي تبع الشيطان والتزيين ديالو كيكون من أهل النار، واللي تبع آيات الله والتزم بالعهد ديالو تعالى بالتوحيد واتباع الصراط المستقيم فكيرجع للموطن الأول اللي هو الجنان. ومن ثم كان التعقيب بالإنذار والتذكير والتحذير اللي كي يواجهوا القرآن بالتكذيب، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومن بعد هذا العرض الإجمالي لهذه الرحلة الطويلة الواسعة من المنشأ إلى المعاد كيوقف بنا السياق أعزائي ليعقب عليها مقررا حقيقة الألوهية وحقيقة الربوبية في مشاهد كونية رائعة كتشهد بهذه الحقيقة على طريقة القرآن، فجعل هذا الكون كله مجال كتجلى فيه هذه الحقيقة، فالكون كله يسبح لله جل وعلا إما بلسان الحال ديالو أو بلسان المقال ديالو. فأما لسان الحال فإن قيم هذا الكون على هذا النحو من الإبداع والإتقان والإحسان والتناسق لوحده وجريان على نسق لا يلحقه تفكك أو فطور أو ضعف أو فوضى أو خلل، هذا الشيء كله دليل قائم شاهد بلسان الحال ديالو أن خالق هذا الكون بديع إله قدير حكيم خبير قائم عليم مقتدر عزيز لا يعجزه شيء. فالكون كل شاهد بلسان حاله شاهد أن له ربا خالقا مبدعا قويا قادرا عليما سميعا بصيرا. أما شهادة المقال فإن جميع أهل الإيمان من الملائكة والإنس والجن وكل المخلوقات في هذا الكون الفسيح كتشهد لله سبحانه وتعالى بما شهد به لنفسه
وكتسبح الله وكتنزه عن كل عيب ونقص. فالكون كله يدين لله وحده، فأولى بالإنسان ألا يشد على هذا الوجود المؤمن الموحد، ألا يشد على العبودية لرب هذا الكون الذي له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فلا يعبد ولا يسأل إلا هو سبحانه. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالكون كله يسبح بحمد الله تعالى وكيدين له بالعبودية. فعلاش الإنسان بوحده الذي يشد على ما يحيط به في هذا الوجود حتى كيفوت الأوان وكيكون من أهل الشقاء والنيران. هنا أعزائي كيجي التعقيب، ضرب مثل المؤمن اللي كتنفعو الذكرى والموعظة بالبلد الطيب، والكافر اللي ما كيتعطشي وما كيعتبرشي بالبلد الخبيث. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. أحبابي الكرام، ومن بعد هذا التعقيب وهذا المثل كينطلق بنا السياق القرآني مع الرحلة البشرية الطويلة، وكتجري القصة وكيبرز الموكب الإيماني الجليل، وكيبرزوا الأعلام ديالو من الرسل والأنبياء، وكتبرز معالم الطريق ديالو، وهو كيواجه البشرية في الرحلة ديالها الطويلة على الأرض، كيواجهها كل ما التوت بها الطريق، وكل ما انحرفت على الصراط المستقيم، وكل ما تفرقت بها السبل تحت ضغط الشهوات اللي كيقودها الشيطان لإرضاء الحقد ديالو وتنفيذ الوعيد ديالو والتهديد ديالو بالمضي بني آدم في حضن الشهوات إلى جهنم. فكيجي الموكب الكريم محاولا إنقاذ البشرية، فكيوجهها بالهدى والرشاد وينير لها الطريق بنور الوحي والفرقان، وكيبشرها بالجنان وينذرها بالنيران ونزغات الشياطين. ومن هنا كنعرض قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة شعيب مع الأقوام ديالهم، وهما كيعرضوا عليهم يعني حقيقة واحدة لا تتبدل. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة واحدة وكلمة واحدة جاوبها كل الأنبياء، كيوحدها القرآن الكريم في لفظ واحد، دعوة واحدة عبروا بها جميع الرسل على اختلاف اللغات ديالهم، قولة واحدة كترسم الحقيقة الكبرى اللي استحفظهم الله تعالى عليها، قولة واحدة كينطق بها الوجود كله، قولة واحدة كيتقدم بها كل رسول القوم ديالو، تقدم الناصح المخلص المشفق على القوم ديالو من العاقبة الأليمة في الدنيا والآخرة. ولكنهم ما كيقدروش النصح ديال الرسول ديالهم، وما كيتدبروش عاقبة الأمر ديالهم، وما كيستشعروش يعني عمق الإخلاص اللي كيحملوا قلب الرسول وعمق التجرد ديالو من كل مصلحة. وبالتالي كيواجهوا الدعوة الخيرة المباركة بالعناد والتمرد ثم بالطغيان والبطش. وديك الساعة كيتولى الله تعالى المعركة بذاته العلية، فكيهلك الظالمين وكينجي المؤمنين. وتمر أجيال وأجيال موحدة حتى كتنحرف الجاهلية ضالة ومشركة، فكيبعث الله تعالى من جديد رسول من الرسل باش يرجع القوم ديالو الحقيقة التوحيد وعبادة رب العالمين وحده دون ند أو شريك. وهكذا فيميز الله الخبيث من الطيب وفق السنة ديالو التي لا تتبدل ولا تتغير، كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. أحبتي في الله، ومن بعد عرض هذه القصص اللي أجملت في سورة الأنعام وتفصلت هنا يعني في سورة الأعراف، كتوقف بين الآيات وقفة للتعقيب على هذاك القصص تبعا المنهج العام للسورة، بل لمنهج القرآن الكريم كله، كتوقف وهي كتكشف على السنة ديال الله عز وجل وخطوات القدر ديالو بالمكذبين، كيف كياخذهم بالبأساء والضراء لعل القلوب ديالهم تفيق وترق وتلجأ الله تعالى وتضر عليه، فإلى ما فقتش هذاك القلوب وما تفتحتش وما انتفعتش بالابتلاء كياخذهم الله بالسراء، وهي أشد في الابتلاء حتى كيزدادوا غفلة وكيظنوا أن الحياة كلها لهو ولعب، وديك الساعة كياخذهم الله تعالى بغتة وهم لا يشعرون. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وهذه السنة ديال الله تعالى أعزائي في أخذ المكذبين عندها علاقة بالإيمان أو التكذيب في كل زمان ومكان. فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا كان الله تعالى غيفتح لهم بركات من السماء والأرض، وكان غادي يفتح لهم أبواب الرحمة ديالو في الدنيا والآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
ومن ثم كان التهديد والوعيد لإيقاد الغافلين. أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون؟ ما أهو لهم وعيد كيهز النفوس وكيف يقلق القلوب. فقد كان هرم بن حيان العبدي تابع الجليل رضي الله عنه كيخرج في بعض الليالي وكينادي بأعلى الصوت ديالو: عجبت من الجنة كيف نام طالبها، وعجبت من النار كيف نام هاربها. ثم كيقرأ هذه الآية: أفأمن أهل القرى. ومن بعد هذا التعقيب وهذا التهديد أعزائي، كتجي الالتفات للرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام بتلخيص الأمر للأقوام اللي كذبات من قبل، ونيو وصف الحالة ديالهم ونسيانهم لعهد الله معهم على الاعتراف بالألوهية ديالو تعالى وبالوحدانية ديالو، وعدم قبولهم الآيات والبينات والخوارق اللي جاهم بها الرسل ديالهم بسبب تعطل الفطر ديالهم وغفلة القلوب ديالهم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. حبتي في الله، ومن بعد الوقفة مع سنة الله تعالى في القرى الظالمة واللي كان تعقيب على هلاك أقوام نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام، ومن بعد التفات للرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام التسلية ديالو والتهوين عليه، كيعرض الخطاب القرآني قصة موسى عليه السلام في جوج ديال المراحل: مرحلة ما قبل الخروج من مصر وسنوات الذل والقهر والتعذيب، ومرحلة ما بعد الخروج منها. ولاحظنا أعزائي كيف أن قصة موسى عليه السلام في هذه الصورة الكريمة يعني خدات مساحة كبيرة مقارنة مع صور واحدة أخرى من القرآن، حيث وردت يعني حلقات منها حسب ترتيب النزول يعني في صور المزمل والفجر وقاف والقمر، وكلها إشارات قصيرة. وأما صورة الأعراف فهي أول صورة في ترتيب النزول، من بعد هذه الصور كتجي فيها هذه الحلقات الطويلة في هذه المساحة العريضة. وكتعتبر قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملائه ثم مع بني إسرائيل أكثر القصص ورودا في هذا الكتاب العظيم، حتى أن اسم موسى عليه السلام ذكر في القرآن الكريم 136 مرة. وفي ذلك أحبتي حكم عظيمة كما سبق، فبنو إسرائيل هما أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب في المدينة بل في الجزيرة العربية كلها. فكان يعني في هذا القص المتكرر التاريخ ديالهم مع النبي ديالهم موسى عبر ودروس وكشف الطبيعة ديالهم في الغدر والخيانة والوسائل ديالهم في الدس والكيد باش ياخذوا المسلمين والحضارة ديالهم. كما أن بني إسرائيل هما أصحاب آخر دين قبل من الدين الأخير دين الإسلام، وامتد التاريخ ديالهم قبل من الإسلام فترة طويلة، فوقعت انحرافات في العقيدة ديالهم وتكرر النقد ديالهم من ميثاق الله معهم. فاقتضت حكمة الله تعالى من ذكر وتفصيل التاريخ ديالهم أن الأمة الإسلامية تستفد، الأمة الإسلامية اللي هي وارثة الرسالة السماوية كلها واللي بغالها الله تعالى أنها تمتد إلى أن تقوم الساعة، أنها تستفد من تجربة بني إسرائيل وتنتفع بالدروس ديالها والعبر منها. وجا عرض هذه القصة أعزائي في السورة الكريمة من خلال مشاهد متتالية ومتناسقة ومترابطة، حيث يقتطع الخطاب القرآني من القصة ما يخدم موضوع الصورة وهو إثبات الألوهية والربوبية لله تعالى والسنة ديالو تعالى في أخذ الظالمين والإمهال ديالهم ثم الأخذ ديالهم بالهلاك والدمار. فالقرآن الكريم أعزائي يوزع الحدث ولا يكرره. وإلا كانت المرحلة الأولى من القصة هي عبارة على مواجهة ما بين ظلم وطغيان وجبروت فرعون والملأ ديالو، وما بين إيمان موسى والقوم ديالو والصبر ديالهم لحكم الله والإيمان ديالهم بالوعد ديالو تعالى لهم بأن العاقبة للمتقين، مع ما تضمنت هذه الحلقة من القصة يعني من مواجهة فرعون بحقيقة العقيدة ومن تحدي للسحرة ومن أخذ آل فرعون بالسنين والآفات وإرسال الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. هذه الآيات اللي ما فسرش فيها الخطاب القرآني إلا في هذه السورة الكريمة. فإن المرحلة الثانية مثلت جهاد موسى مع نفوس القوم ديالو من بني إسرائيل، هاد النفوس اللي هي متأرجحة ما بين الهدى والضلال ما بين الشرك والإيمان، حيث امتلت هاد المرحلة ألوان الحراف لصحبة تاريخ بني إسرائيل وألوان الكفر والجحود سواء مع النبي ديالهم موسى أو من بعد منه. وهنا وفي موقف من المواقف القصة كيدخل السياق القرآني الرسالة النبوية الأخيرة، رسالة سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكيوصف الطبيعة ديالها والحقيقة ديالها، وذلك عندما دعا موسى عليه السلام الله تعالى في شأن من سعقوا من قومه
وكيف نزل بهم سبحان الرحمة ديالو. وهذا التداخل ما بين القصص أعزائي هو من أسلوب القرآن اللي كيبين المعركة القرآنية الفعلية مع المخاطبين المكذبين بهذا الدين وبهذا الكتاب العظيم. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفضل هذا النبأ الصادق من الله تعالى والوعد السابق برسالة النبي الأمي كتوقف بين الآيات مع أمر الله تعالى النبي ديالو الكريم أن يعلن طبيعة الرسالة ديالو وحقيقة الدعوة ديالو وحقيقة حقيقة ربه اللي رسلوه والأصل الاعتقادي الواحد اللي جا به كل الرسل من قبل منه. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن بعد هذه الوقفة مع الرسالة الأخيرة والرسول الخاتم عليه صلوات ربي وسلامه كيوصل بنا السياق القرآني لعرض قصة موسى مع القوم ديالو وبينا ما أدج من التمرد ديالهم والعصيان ديالهم سواء في الحياة ديالو أم بعد الوفاة ديالو، حيث نصور لنا القرآن نموذج للعصيان ديالهم من بعد الوفاة ديالو عليه السلام متمثلا في احتيال أصحاب السبت على أمر الله تعالى، فكان الجزاء ديالهم أنه سبحانه مهلهم ثم نزل بهم الغضب ديالو والمقت ديالو وعقابه الأليم والمخزي. ومن ثم كيبين تعالى الموقف ديالهم من العهد ونطق الجبل وأخذ الميثاق. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وهذا الحديث على عهد بني إسرائيل والميثاق ديالهم مع الله تعالى كان تمهيد للحديث على العهد الأكبر اللي هو عهد الفطرة واللي خذاه الله تعالى على بني آدم في ظهور وأصلاب الأباء ديالهم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ثم قدم الله تعالى نماذج اللي نقضوا العهد ديالهم معه عز وجل، ومنها نموذج عالم السوء اللي آتاه الله تعالى الآيات والعلم لكنه انسلخ عليها فكان تصويره فظيع كفضاعة الذنب دياله. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وكان من هذه النماذج أيضا الزوجان اللي نقضوا العهد ديالهم مع الله تعالى من بعد ما آتاهما صالحا وجعلوا لله شركاء فيما آتاهما، شركاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فكيفاش يملكوه لغيرهم. ثم يعني مضى الخطاب القرآني هو كيتحدث على العقيدة حديث مباشر من خلال عرض بعض المشاهد الكونية وبعض المؤثرات اللي كتلمس القلوب وكتهزها وكتحضرها بأس الله تعالى والأخذ ديالو الأليم لعل المخاطبين يتفكروا ويتدبروا في شأن الرسول والرسالة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أحبتي في الله، من بعد هذا الحديث على العقيدة والتحذير من بأس الله كان الأمر الإلهي للرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام بيان طبيعة الرسالة دياله وحدود الوظيفة دياله، وذلك يعني بمناسبة السؤال ديالهم ليه على وقت الساعة وموعد القيامة اللي كيخوفهم به. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما أنه تعالى كيلقنوا كيف يتحداهم ويتحدى الآلهة ديالهم، يتحدى النفوس المنحرفة على العهد اللي خداه الله تعالى عليها بالتوحيد اللي أقرت به الفطر ديالها. قلوا ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إخواني أخواتي، ومن بعد هذا الإعلان ديال التحدي إلى ختام، من هذا الإعلان التحدي إلى ختام الصورة، كيتجه الخطاب القرآن للرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام كما كان الافتتاح ديالها خطابا له. إنها توجيهات ربانية، كيف يتعامل مع الناس، كيفاش يمضي في الدعوة ديالو وتبليغ الرسالة ديال مولاه، كيفاش يستعان على متاعب الطريق، كيفاش يكظم الغضب ديالو وهو كيعاني من نفوس الناس والكيد ديالهم. خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والما كانت الصورة كلها من البداية ديالها النهاية ديالها يتحدثات على المعركة الدائمة ما بين الإنسان والشيطان عبر تاريخ البشرية الطويل، فتختمت الصورة بذكر سلاح المؤمن أمام نزغات الشيطان اللي هو استعادة بالله السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. كما أن الصورين تحدثت على طلب المشركين الخوارق والمعجزات من الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها اطلاعهم على الساعة وعلى الغيب، فتختمت الصورة أيضا بتثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. وكما بدأت الصورة بالحديث على القرآن فهي تختمت أيضا بالحديث على القرآن وآداب الاستماع ليه والإنصات ليه وآداب الذكر والأوقات دياله، الذكر اللي هو عون للمؤمن على التغلب على وساوس الشيطان وعون الداعي إلى الله على أدى الجاهلين، وهو زاد الطريق الطويل قبل الرحلة إلى رب العالمين. فالله تعالى غني علينا على الذكر ديالنا والعبادة ديالنا، بل نحن الفقراء إليه، فهو تعالى عنده ملائكة مقربين لا ينزغ في أنفسهم الشيطان ولا يعصون أمر الرحمن، دوما على العبادة والتقديس والسجود والتسبيح. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهكذا أحبتي نبدأت الصورة بسجود الملائكة الآدم طاعة لله تعالى وتعظيما للأمر دياله، وانتهت بسجدة مع سجود الملائكة لله وحده، فلا يستحق الطاعة والسجود والتسبيح إلا هو سبحانه. فسبحان ربنا العلي الأعلى، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.